عايزين نتوقف شويه قدام طريقه الكلام، مش الكلام اللي بيتكلم بيها والد بدر بنون. بيقول له النادي الاهلي نادي القرن، افضل نادي في افريقيا. انتوا شايفين دي معناه؟ انت عايز تقول ايه؟ وفي ايه تقال اكتر من كده؟ وكانه بيلخص اسباب اختيار بدر بنون للنادي الاهلي، ولكنه ادانا لمحه من ملامح شخصيته الذي انه بيتسم بالهدوء والرضا، الرضا بما قسمه الله والفخر بانضمامه للنادي الاهلي. لكن والدته بقى وهي تحكي عن بدر وتعلقه بكره القدم. نبدا بقى معاكي يا ست الحبايب. انا عارف ان انت بقيت كتير مع بدر. عرفينا بقى قصه بدر معاكي ايه؟ بدر لما كان صغير كان يحب كوره كتير، لما ينام يشيل معاه كوره ينامها معاه، يحطها في عبه يحفظها ينام بيها. والله خارج داخل مولاي بدر يقول لي ماما العب كوره، العب كوره هنا، العب كوره هنا. يعني كان مولوع بالكوره كتير كتير كتير، انما هو هادي، يعني هادي، ما يجيب خصم مع الاولاد، ما يجيب سميته، ما يجيبش مشاكل، يعني قد براسه. يعني يروح تيروح وسميته ويجي ضحك لاعب. تنقول له بدر وين رحت؟ يقول لي ماما مع اصدقائي ديالي نلعب هنا كره، لعب سميته. يعني ما تعبنيش لما هو صغير، يعني ما تعبنيش. طيب هو لما راح الرجا اختاروه ازاي؟ السنه الاولى لعب السنه الاولى، من بعد فجت السنه الثانيه بغى راح ابو باش يخلص عليه هذا سميتو. قال لي لا ما تخلص عليه، صافي هذا ولدنا احنا مكلفين به. لما هو صغير نقول لك عنده 9 سنوات 8 سنوات، اليوم خلاص احنا مكلفين به. وجات واحد الازمه، جات واحد الازمه ديال سميتو. ايه الصعوبات اللي قابلته؟ الصعوبات قابلته كثير. مشى مسكين الراجع، حسوه من الراجع، قال لي صافي ما تبقاش تلعب. امتى كلامك؟ تخلص امتى؟ شنو السنه هذيك؟ 2003. هو كان عنده كم سنه؟ 9 سنوات 10. يعني قال له لازم تخلص، لازم تخلص. وبعدين عملت هذيك الساعه احنا ما